تسكنه الأشباح أحلامي كوابيس لا تتوقف كأنها نبع لا يجل تغمره صور الضحايا والجلادين من أنديبورا أخذوهم على برج النرسي مات طيب ليش في ناس بتعرف تتسلل بين قطرات في حين إن آخرين بيوقع على رؤوسهم وابل من المطار هذا شيء غامض بحلف اليمين انت هلا حلفت اليمين اتفقنا؟ ايوه التراجع معناته خيانة للارجون انت واعية الحكي؟ وانت يا بني مع انو جاني؟ بحبك كتير وبدي دول تحميله من كل اللي موجود وبحب بنتنا لا مش عارفه شو احسن لنا نمر ولا لب حكومتكم مسؤوله عن كل البسيره عملتوا سكس بيكم اعطيتوهم وعيكم فوق احتليتوا بلادنا بحجه انكم بتخلصونا من العثمانيين سلمتوها للصهاينه الحقيقه انا عم اطمن على ايش؟ انك مش رايح على دور بيبي ليه؟ بنخطط لهجوم كيف بيبي؟ ايوه امتى؟ الاسبوع الجاي بنغسل بنغسل اذا كملتي معانا بالارجول بنغسل هذا ما نسميه بالنكبه انتوا بتعرفوا هاي القصه كلامك هذا بتشجعيني يا احمد السلاح لا ابدا ما بشجعك انا بس واضحه خوفكم رح يتحول لغضب يخلينا نذبح بعض حيث يتساوى الجميع في الموت
1988 بعد أول انتفاضة مباشرة. أول مرة أسمع فيها هالكلمة. انتفاضة؟ لا، مباشرة. Everybody knows the good guy's lost. Everybody.